لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. طلعات جوية بالحدود الشرقية المغربية. كشف مصدر مطلع أن قوتنا المسلحة الملكية نفذت مؤخرا طلعات جوية في المناطق الحدودية الشرقية، وفي رد فعله على هذه الطلعة العسكرية اعتبرت الجزائر أن ذلك هو محل لجراء الجزائر إلى حرب حسب زعمها، في الوقت الذي تشير فيه المعطيات أن الجيش المغربي دائما ما يقوم بمثل هذه الطلعات الجوية كتعزيز للأمن في هذه المناطق الحدودية ومراقبة ما يجري ويدور على قرب. وأضافت ذات المصادر أن عشرات طائرات تابعة لسلاح الجو المغربي قامت بمناورات عسكرية نفذت من خلالها طلعات متتالية لرصد أي تحركات للقوات المعادية. نشكركم على حسن المتابعة.